الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 19 بعد 100، الدرس 14 الاقتصاد الجزئي، تحت عنوان فائض المستهلك وفائض المنتج وعبء الضريبة وخسارة الوزن الميت، مثال رياضياتي بالأرقام Consumer and Producer Surplus with Tax Burden and Dead Weight Loss, A Mathematical Example with Numbers. كنت قدمت في المقطع 18 بعد 100 الدرس 13 فقط عن فائض المستهلك وفائض المنتج وعبء الضريبة، لكن الآن سنقدم مثالا رياضياتيا على شكل معادلات، إن شاء الله أن يكون فيه الفائدة لجميع أحبتنا الطلبة والمتابعين لهذه القناة بإذن الله، وعلى بركة الله نبدأ. فائض المستهلك والمنتج عبء الضريبة وخسارة الوزن الميت، يمكن استخدام منظومة معادلات آنية نسميها Simultaneous Equation System في بعض التطبيقات المفيدة في مجالي الطلب والعرض، وذلك من أجل حساب عبء الضريبة وخسارة الوزن الميت. على سبيل المثال، دعنا نفترض أن لدينا منظومة الطلب والعرض الآتية. هذه الآن معادلة الطلب Q sub D تساوي 11 ناقص 2P، وعند الآن Q sub S اللي هي معادلة العرض تساوي 1 زائد 6P، حيث Q sub D اللي هي الكمية المطلوبة quantity demanded، أو منحنى الطلب، منحنى الطلب بواسطة هذه المعادلة، وهنا سعر السلعة P، وهنا الآن Q sub S اللي هي معادلة العرض أو الكمية المعروضة حسب هذا القانون، وهنا سعر السلعة. عندي الآن عامل مشترك بين معادلتين في هذه المنظومة البسيطة هو P اللي هو سعر السلعة. هنا عندي QD اللي هو Quantity Demanded و QS اللي هو Quantity Supplied. نكمل عند التوازن، طبعا Equilibrium، تكون الكمية المطلوبة من السلعة مساوية للكمية المعروضة منها، أي أن Q sub D تساوي Q sub S. هنا طبعا نعوض الآن بدل هذه بالمعادلة في المنظومة الآنية، وبدل ذلك بالمعادلة، معادلة الطلب تساوي معادلة العرض، أي أن الآن الطرف الأيسر لمعادلة الطلب 11 ناقص 2P تساوي 1 زائد 6P. ما يعني الآن إذا نقلنا الواحد للطرف الأيسر و 2P للطرف الأيمن، تكون عندي النتيجة قبل النهاية 10 تساوي 8P، إذن P star اللي هي التوازنية تساوي 10 على 8، ما يعني الآن P أن P star تساوي 1 وربع 1.25، أي أن سعر التوازنية equilibrium price تساوي P اللي هو star تساوي 1.25. نكمل بإذن الله. الآن بالتعويض عن قيمة السعر التوازن اللي هو 1.25 كما ذكرت الآن هنا، وعوض الآن عن السعر التوازني في معادلة الطلب أو معادلة العرض، نحصل على ما يعني الآن Q star تساوي 11 سالب 2 في 1.25 في معادلة الطلب، طبعا هنا وضعتها، وتساوي 8.5، وتساوي 1 اللي هي في معادلة العرض 1 زائد 6 1.25 وتساوي 8.5. بمعنى آخر أنه الآن الكمية التوازنية تساوي 8.25 أو 8.5، أي أن الكمية التوازنية Q star تساوي 8.5، ويمكن تمثيل هذه النتائج بيانيا كما في الشكل الآتي. عند المحور أفق الكميات المطلوبة والمعروضة، المحور العمودي السعر، فتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض عند هذه النقطة، تشكل الزوج المرتب عند النقطة E الإكوليبريوم اللي هي الزوج المرتب من Q 8.5 والسعر التوازني 1.25. هنا الكمية التوازنية 8.5 والسعر التوازني يساوي 1.25. الآن كيف نحسب فائض المستهلك وفائض المنتج؟ بطريقة بسيطة جدا، لابد من أنه نحسب ما يسمى نقطة التقاطع العمودي لكل من منحنى الطلب ومنحنى العرض في منظومة المعادلات الآنية كما يأتي. بالنسبة لمنحنى الطلب، نفترض أن بالحالة لأنه في تقاطع، معنى ذلك أنه الكمية المطلوبة تساوي صفرا، فكيو صبي تساوي صفر، وبالتالي الآن 11 ناقص 2P تساوي صفر. متى بكون بالحالة هاي؟ عندما يكون السعر اللي هو P sub VI اللي هو Vertical Intercept اللي هي نقطة التقاطع العمودية
السعر تساوي 11 على 2 ويساوي 5.5 5.5، حيث ترمز P صب في I إلى نقطة التقاطع العمودية لمنحنى الطلب. أما بالنسبة لمنحنى العرض، نفترض أن QS اللي هو الكمية المعروض تساوي صفر بمنحنى الطلب الحال، أو معادلة الطلب تساوي صفر، وبالتالي فإن 1 زائد 6 به معادلة العرض زائد 6 P تساوي صفرا، أي أن P صب بي اي اللي هي الفيرتيكال انترسبت للسعر بالنسبة لمعادلة العرض تساوي 1 على 6 وتساوي 17% تقريبا. اوكي بوينت 17، حيث ترمز P صب بي اي إلى نقطة التقاطع العمودية لمنحنى العرض، ويمكن يعني التمثيل بياني كما في الشكل التالي. الآن لاحظ ولا بد من التدقيق في هذا الشكل، اللي هذا هذه معادلة أو منحنى الطلب منحنى العرض حسب المعادلة التي ذكرناها سابقا. هذا المنحنى يقطع المحور العمودي منحنى الطلب عند النقطة 5.5، أما منحنى العرض فيقطع المحور العمودي عند النقطة 0.17 كما ذكرنا، اللي هذه نقطة التقاطع لمنحنى الطلب وهذه نقطة التقاطع لمنحنى العرض. هذه نقطة التقاطع العمودية للطلب وهذه نقطة التقاطع العمودية للعرض. ضروري جدا حتى نحسب كم بالضبط فائض المستهلك وفائض المنتج ثم خسارة الوزن الميت من هذه الأرقام والبيانات. نكمل. الآن بناء على هذه النتائج يمكن حساب فائض المستهلك وفائض المنتج كما يلي. أولا فائض المستهلك هو عبارة عن مساحة، طبعا في الشكل ها عبارة عن مساحة المثلث. مساحة المثلث 1.25 هنا السعر، E لهنا 5.5، هاي من هون من هذه النقطة إلى هذه النقطة اللي هي يعني قاعدة المثلث طبعا من 0 إلى 8.5، وبالتالي الآن هذه المسافة هنا هي القاعدة والارتفاع من السعر حتى 5.5، وبالتالي الآن هذه مساحة المثلث تساوي نصف القاعدة، نصف قاعدة المثلث اللي هي نصف الثمانية ونص في الارتفاع اللي هو الفرق بين 5.5 و 1.25 اللي هو خمسة ونص مطروح منها واحد وربع ضرب نصف قاعدة المثلث، يعطينا الجواب كمالي نصف في ثمانية ونص ضرب اللي هي الفرق بين السعر نقطة التقاطع العمودية مع السعر التوازني ويساوي 18.06 وربع، يعني بمعنى آخر تقريبا أقل من 7 18 وتقريبا أقل من 7% أو 6% تقريبا أكثر بشوية. هذه المساحة تساوي 18.06 وربع. طبعا بالوحدات، الآن نتحدث احنا عن الوحدات بما أنه نتحدث احنا عن كمية وسعر، وبالتالي تعطيني قيمة هاي، ففائض المستهلك هو قيمته هذه بالدنير بالريال بالجنيه الاسترليني بالدولار حسب وحدات القياس. أما فائض المنتج هو عبارة عن مساحة المثلث اللي هو 1.25 E ونقطة التقاطع كما حسبنا الآن. فائض المستهلك بالنسبة يعني لنا يعني حسب هذا المثال هو هاي المساحة، أما بالنسبة للمنتج فائض المنتج هذه المساحة كيف نحسبها؟ نصف القاعدة، نصف القاعدة اللي هي نصف الثمانية ونصف الارتفاع اللي هو الفرق بين واحد وربع و 0.17 اللي هي 17%، وبالتالي وهي الآن نصف في واحد وربع ناقص 17% ضرب ثمانية ونصف لأنه ما بنحكي نصف القاعدة، فنصف مضروب في الجميع وتساوي بالحالة هاي 44. هذه مساحتها حسب ما توصلنا إلى 18.6 وربع تقريبا بالمية، هنا مساحتها 4.5 تقريبا 4.5 وحدة. نكمل. بناء على هذه النتيجة الآن بالتالي يكون مجموع فائض المستهلك وفائض المنتج معا مساويا ل 18.6 وربع زائد 4.5 تقريبا يساوي 22.25. يعني الآن مساحة المثلثين معا تساوي 22.25، يعني أقل من 66 بشوية 22.66% تقريبا وحدة. نكمل الآن. هنا طبعا هذا آخر شريحة نشرحها، حساب خسارة الوزن الميت. الآن لنفترض
من الحالة ذاتها طبعا الخط هون بعتذر انه يعني انخفض بشكل كبير حجمه لانه اخر شريحة، فاردت ان اضع اكبر كمية من المعلومات حتى تصل لذهن الحبيب المتابع. لنفترض في هذه الحالة او الحالة ذاتها بان الحكومة فرضت ضريبة غير معروفة المقدار، ما بنعرف قديش، لا نعرف كم هي الضريبة بالنسبة لنا، لكننا عرفنا انها ادت الى انخفاض الطلب على السلعة الى 7 وحدات، يعني الطلب انخفض من الكمية التوازنية 8.5 قبل شوي ذكرتها، ارد ارجع عليها حتى نتذكر هاي الكمية التوازنية قبل فرض اي ضريبة. الان بعدما فرضت الحكومة ضريبة انتقل منحنى العرض الى اليسار، فاصبحت الان الكمية التوازنية كما ذكرت الان هنا 7، وان السعر الذي دفعه المستهلكون كان 2، وان السعر الذي قبضه البائعون كان 1، فيكون التمثيل البياني كما يلي. الان كنا عند الحالة التوازنية 8.5 للكمية التوازنية و1.25 الان للسعر التوازني. بعدما قامت الحكومة بفرض ضريبة ارتفع السعر الى 2، فادى الى انخفاض الكمية المطلوبة الى 7. فذكرنا انه يعني الان لانه ارتفع السعر انخفض الكمية المطلوبة، فعند الكمية 7 كان المنتج على استعداد ان يقبل 1 السعر 1 مقابل الكمية 7، اما المستهلك فهو على استعداد ان يدفع 2 اللي هو يعني نقطة التقاطع الجديدة من محل العرض الجديد مقابل 1.7، وبالتالي الان هنا هي خسارة الوزن الميت. لكن كيف حسبنا خسارة الوزن الميت وما هي قيمتها؟ يمكن بناء على هذه البيانات الحصول على حسابات مفيدة تتعلق بعبء الضريبة وخسارة الوزن الميت والخسارة في كل من فائض المستهلك وفائض المنتج، وهي كمالي: مقدار الضريبة تساوي الفرق بالسعر اللي هو 2.1 ضرب الآن 7 وحدات، وتساوي بالحالة هاي طبعا الضريبة 1، لكن حصيلة الضريبة تساوي 2.1 ضرب 7 وتساوي 7. وإذا نتحدث بالدولار أو بالدينير أو بالدولار أو بالملايين، فهنا الآن السعر 1، والآن حصيلة الضريبة اللي هو الكمية ضرب السعر وتساوي 7، طبعا الضريبة عفوا الكمية ضرب الضريبة مقدارها دينار أو وحدة واحدة وتساوي 7، وهو حجم الضريبة مضروبة من الكمية. عبء الضريبة على المستهلك يساوي الفرق الآن، لاحظ 2.2.1.25 وتساوي 0.75. هاي الآن الثلاث ارباع هي عبء الضريبة على المستهلك، اي الفرق بين السعر التوازن والسعر الذي يطلب به المشترون للحصول على 7 وحدات. عبء الضريبة على المنتج يساوي ربع، اي الفرق بين السعر التوازني وهذا السعر الذي الان قبل به مقابل 7 وحدات، اي الفرق بين السعر التوازن والسعر الذي يطلب به البائع للتضحية ب7 الان، يعني بمعنى اخر وهو ربع بهذه الحالة، 1.25 يساوي ربع. الآن خسارة الوزن الميت تساوي مساحة هذا المثلث زائد مساحة هذا المثلث. شو بتساوي؟ نصف في مساحة المثلث الصغير الكبير، خلينا نقول بالله بالأول، نصف ضرب 2.1 2.1، أو هذا يعني المثلث كلياته ضرب 8.5 ناقص 7، زائد نصف في 1.25 ناقص 1 ضرب 8.5 ناقص 7 وتساوي 75. يعني الآن هذه الآن خسارة الوزنين 0.75 اللي هي 3/4 ذهبت ولم يستفد منها أحد، لم يستفد منها أحد. الخسارة الآن بعدما قامت الحكومة بفرض ضريبة وارتفع أو انتقل منحنى العرض من هذا الموقع إلى الموقع الذي تقاطع عند هذه النقطة وأدت إلى حدوث زوج مرتب 2 للسعر و7 للكمية، الآن إذن المستهلك خسر هذا المقدار من الفائض المستهلك لديه. فالخسارة هي عبارة عن نصف المساحة، هذه خسارة الوزن الميت زائد المساحة التي ذهبت. طبعا هون الآن فائض المستهلك هو فوق 2، يعني هذا عبارة عن السعر التوازن الجديد 2 مقابل كمية توازنية 7، فكل إشي فوق
المثلث هذه اللي يعني المنطقة اللي أعلى من السعر التوازني الجديد 2 هي الآن فائض المستهلك الجديد، وبالتالي هو خسر كل هذه المنطقة. قيمتها بالحساب البسيط تساوي 5.8125. أوكي، تنقسم إلى جزئين، جزء ذهب على شكل خسارة الوزن الميت وقيمتها أقل من يعني 57.56 وربع، وجزء ذهب على شكل ضريبة قيمته 5.25. الخسارة في فائض المنتج، الآن فائض المنتج كان كل هذه المساحة، هذه المساحة كلياتها الآن حسبناها قبل قليل، لكن الآن تقلصت بهذا المقدار كلياته، لأن ذهب على شكل ضريبة وعلى شكل خسارة وزن ميت، فيكون بالحالة هاي نصف في 1.25 ناقص 1 ضرب 1.5 طبعا اللي هو الفرق بالسعر، زائد 7 ضرب ربع وتساوي 1.9375، وتنقسم إلى جزئين، ذهب جزء ذهب على شكل خسارة الوزن الميت اللي هي 0.18 و3/4 اللي 18.75 عفوا، وجزء ذهب إلى الضريبة اللي هو قيمته 1.75، وبالتالي تكون حصيلة الضريبة تساوي 5.25 زائد 1.3 وتساوي 7 كما ذكرنا هنا، يجب أن تكون مساوية، وذهب الباقي على شكل خسارة وزن ميت. أكون بالتالي قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن يكون قد قدم الفائدة للجميع الأحبة الطلبة والمتابعين، وإلى لقاء آخر إن شاء الله، سندخل في نظرية المنشأة وعن هياكل السوق وما شابه بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.